آسف سي زينب، أنت رسبتي باختبار السواقة، لازم تقدمين من جديد. الله يخليك، الله يوفقك، والله لازم آخذ الإجازة. فرصة واحدة، فرصة انطيني بس. طيب فرصة. طيب راح أسألي سؤال واحد. أي. وردش تجاوبين. أي. وهذا الجواب مالتك راح يقرر إنه أنت راح تكملين سياقة أو لا. أي. أنا جاهزة. هسا أنت جاي تمشين. أي. وشفتي رجال كبير. أي. وطفل صغير. أي. تدوسين منو؟ أدوس منو؟ أدوس الرجال الكبير لأن الطفل الصغير عنده حياة كلش طويلة حتى يعيشها، بس هذا يعني الكبير أصلا عمره مخلص، فأدوس الكبير. دوسين كبير. إيه. أنا بطلت. تدوسين بريك. بريك. تدوسين رجال كبير ليش؟ بريك اللي ما خلوه. تدوسين بريك. أنا ما أكمل الآن. أستقيل.